والاستقامة من ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يزيل عنك كل مكروب، كل كرب، كل هم، كل حزن، كل ضيق، كل قلق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ربنا الله هذه ليست كلمة تقال، ولكنها بحث ذاتي، بحث طويل. الإيمان لا يتأتى بكلمة تقولها، ولكن ببحث ذاتي طويل تبحثه. فنهاية المطاف ونهاية هذا البحث ونهاية التأمل ونهاية التفكر ونهاية التدبر أن تقول ربي الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثمرتين من ثمار الاستقامة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقد يخاف الناس، وقد ينخلع قلب الناس لخطر داهم، وقد يقلقون، وقد يقهرون. أما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المستقيمين بأنهم يتمتعون بشيئين: ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما فات. وهل من شعور يدمر السعادة الإنسانية كالخوف أو كالندم؟ إن من أمض المشاعر ومن أشدها إيلاما أن تندم على شيء فات وأن تقلق للمستقبل. ومن دون أن تستقيم، القلق والندم صفتان ملازمتان للمنحرفين، دائما يندم على ما فات ودائما يقلق لما هو آت. فالمستقيم كما وعد الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني تكونت قناعاتهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو الرب وحده. يجب أن تؤمن بأن الله هو الخالق، وأنه لا خالق سواه، وأنه هو الرب، وأنه لا رب سواه، وأنه هو المسير، وأنه لا مسير سواه. عبر علماء التوحيد عن هذه الحقائق بقولهم: وحدة الخلق، وحدة الربوبية، وحدة الألوهية. الآية الثانية في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الذي أتمناه على إخوتي الكرام أن ينزعوا من أذهانهم هذا المفهوم الخاطئ، المفهوم الساذج. كلما طالبتهم بالاستقامة يقول لك أحدهم: أخي أنا ما نبي. ومن قال لك إن الاستقامة خاصة بالأنبياء؟ من قال لك ذلك؟ إليك الدليل القطعي، القطعي في ثبوته والقطعي في دلالته: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم فعل أمر يفيد الوجوب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية فقال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. كلما دعوت إنسانا إلى أن يستقيم رفع عقيرته وقال: أخي أنا لي نبي، لا تكلفني ما لا أطيق، هذا كلام فيه ضلال كبير وفيه زيغ خطير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك.
لهذا هذه الآية وردت في سورة هود، لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود، يعني سورة هود، والذي شيب النبي فيها هذا الأمر الخطير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنت أيها الأخ الكريم تطلب من الله الكرامة، تطلب من الله أن ينصرك على أعدائك، أن يوفقك، أن يرفع شأنك، أن يستخلفك في الأرض، أن يمكن لك دينك، وهو يطلب منك الاستقامة. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، أي استقم على أمر الله. ما الاستقامة؟ قال بعضهم إنها ضد الطغيان. ما معنى طغى؟ يعني خرج عن الخط المستقيم، طغى خرج عن المنهج، طغى القطار إذا خرج عن سكته، طغت السيارة إذا خرجت عن الطريق المعبد إلى واد سحيق. معنى طغى أي خرج عن الخط المستقيم. والله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له منهجا، وقال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان. هذا التقديم ليس تقديما زمنيا، لا يعقل أن يعلم القرآن ثم يخلق، هذا مستحيل، لكن هذا التقديم تقديم رتبي. يعني ما قيمة الإنسان بلا منهج؟ ما قيمة هذه الآلة المعقدة بلا تعليمات؟ ما قيمة هذه الجامعة بلا نظام داخلي؟ ما قيمة هذا الشيء بلا توجيهات استعماله؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إذن الاستقامة أن تلزم المنهج الإلهي، أن تلزم أمر الله وسنة نبيه، والطغيان أن تحيد عن هذا المنهج في عقيدتك، في تصرفاتك، في كسب المال، في إنفاق المال، في علاقاتك، في جدك، في لهوك، في إقامتك، في سفرك، في علاقاتك الداخلية، في علاقاتك الخاصة جدا، في علاقاتك العامة. حينما تخرج عن منهج الله أيها الإخوة الأكارم، متى تخرج عن منهج الله؟ لا بد من أن تعرف هذا المنهج حتى تعرف ما إذا كنت قد خرجت أو لم تخرج. كيف تعرف أنك خرجت عن هذا المنهج إن لم تعرف المنهج؟ إذن طلب العلم فريضة، طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم، طلب العلم أساس الاستقامة، وطلب العلم أساس التوبة. كيف تتوب من ذنب قبل أن تعرف أنه ذنب؟ وكيف تستقيم على منهج الله قبل أن تعرف منهج الله عز وجل؟ إذن الخطوة الأولى، الحركة الأولى، الموقف الأول، الهم الأول، الاهتمام الأول، أن تعرف منهج الله عز وجل، أمره ونهيه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هنا أضيف معنى جديد، استقيموا إليه. قد تستقيم إلى زيد أو عبيد، قد تستقيم لتنال مكانة عند فلان، قد تتسلم عملا ذا عائد كبير ودخل كبير، من حرصك على هذا الدخل تستقيم في هذا العمل، ولكن استقامتك من أجل أن يرضى صاحب العمل. فأنت استقمت لا إلى الله عز وجل، استقمت إلى زيد أو عبيد. هنا في معنى جديد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هذا يشبه قول الله عز وجل ولربك فاصبر. قد توضع في ظرف، تؤمر أمرا تعسفيا وأنت ضعيف وليس في إمكانك أن تقول لا، إنك تصبر، ولكن تصبر وأنت مقهور،
ليس هذا الصبر هو الذي أراده الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولربك فاصبر. بالمناسبة كلما تزللت إلى الله رفعك الله، وكلما صبرت لله أعزك الله، وكلما كنت خاضعا لله أخضع الله الآخرين إليك، وكلما هبت الله هابك الناس، وكلما نزعت من قلبك هيبة الله نزعت منك هيبة، نزعت من الناس هيبتك. قواعد، قوانين. يعني الإنسان لو أنه يفهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهما عميقا، إذا فهم ما قاله النبي على أنه قواعد ثابتة، قوانين، مثلا عفوا تعف نساؤكم، يعني كلما غضضت بصرك عن محارم الله الله سبحانه وتعالى حفظ لك زوجتك من أن تزل قدمها. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الأبناء يبرون آباءهم. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. هي قواعد، لو عرفت أن هذه القواعد حتمية واقعة لا محالة، لأنها من عند خالق البشر، من عند خالق الكون. القضية أن تقف من هذا الأمر أو هذه القاعدة موقف المصدق، موقف المهتم. والطريق إلى ذلك كلما عظم عندك ربك كلما عظم أمره. إذن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض وازدادت خشيتك لله عز وجل، من ثمار هذه الخشية أنك تعظم أمر الله عز وجل. لهذا قال أحد أصحاب رسول الله أظنه سيدنا بلال: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. إذن هي فاستقيموا إليه، يجب أن تكون استقامتك خالصة إليه. لكن أحيانا، هي قلتها لكم سابقا، قد يأتي أمر إلهي متوافق مع أمر وضعي، فالسرقة حرام في شرع الله وحرام في قوانين الناس، فالذي يمتنع عن السرقة لا تدري أهو خوف من عقاب البشر أم خوف من عقاب خالق البشر. القضية هنا مختلطة. أما هناك أوامر ينفرد بها الدين وحده، أمرك بغض البصر وأمر المؤمنة بغض البصر، فحينما تستجيب المؤمن لهذا الأمر مع أنه ليس في الأرض كلها قانون أو أمر يحظر عليك أن تنظر إلى امرأة في الطريق، حينما تنفذ أمرا ينفرد به الدين هذا يؤكد لك أنك مخلص لله عز وجل. غض البصر هذه مدرسة. لماذا؟ لأن كل من يغض بصره عن محارم الله يشعر في قرارة نفسه أنه لا يبتغي بهذا الغض إلا وجه الله، لأن الناس لا يعنيهم هذا الأمر ولا يوجهون هذا التوجيه. في عنا شيء آخر من الاستقامة، معنى جديد، وأن لو استقاموا على الطريقة، استقاموا الطريقة مستقيمة، إذا استقاموا عليها، إذا تابعوا هذا السير المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أول ثمار الاستقامة أن تكون في بحبوحة، هذا كلام خالق الكون، كلام الله عز وجل. هذه الأمطار الشحيحة، المعدلات المتدنية، انحباس ماء السماء، هذه الظاهرة أهي ظاهرة جغرافية أم ظاهرة إلهية؟ الحقيقة إن الله عز وجل حينما يقول في كتابه الكريم
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يتضح من هذه الآية أن الناس لو استقاموا على أمر ربهم لانهمرت السماء بمائها، لذلك كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، علاقات ثابتة، وكلما هان الله على الناس هانوا عليه. يعني الإنسان حينما لا يبالي أكان دخله من حلال أو من حرام، لا يبالي. الكلمة الشائعة حتى الخرج من هون ليوم الله بيفرج الله، لا تدقق. كلما هان الله على الناس هانوا عليه. ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه البراكين والصواعق وما يشبه الصواعق القذائف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الزلازل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ما أقصى بأس الإنسان وإذا بطشتم جبارين. طيب هذا عقاب من الله عز وجل. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. من ثمار الاستقامة من خلال هذه الآيات ألا تخاف مما هو آت، وألا تحزن على ما قد فات، أنت في منجاة من القلق ومن الندم. والقلق والندم حالتان نفسيتان يدمران الصحة النفسية. شيء آخر، يجب أن تستقيم على أمر الله كما أمر النبي أن يستقيم على أمر الله، أنت بهذا الأمر واحد. الشيء الآخر، الاستقامة يجب أن تكون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، لا ابتغاء زيد أو عبيد ولا فلان ولا علان. والاستقامة من ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يزيل عنك كل مكروب، كل كرب، كل هم، كل حزن، كل ضيق، كل قلق.